تهدف استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية في البلاد إلى ترقية بورصة الكويت في المؤشرات العالمية عبر دعم المؤشرات المحلية بتنويع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من التدفقات الأجنبية. نذهب معكم إلى هذا التقرير. المدرجة بالمؤشرات العالمية وهي مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وفوتسي راسل وستاندرد أند بورز. عندما يكون هناك تقرير من مثل هذه المؤسسات أو مثل هذه المؤشرات، أنا أعتقد يكون هناك وضوح أكثر لكثير من المستثمرين، سواء المستثمرين الدائمين أو المستثمرين الطائرين. هذه كلها قراءات تعطيهم تشجيع. ترى الكثير من المستثمرين أن يكون عندنا شفافية في أسواقنا أو في الأسواق التي يرصدون للتداول فيها أو أن ينتقلون للاستثمار فيها حتى لو فترات بسيطة أو فترات متقطعة. تهدف مراجعة الأسهم لاستقبال تدفقات أجنبية بشكل دوري لإعادة أوزان الأسهم الكويتية بالزيادة أو النقصان. أدى إدراج بورصة الكويت في مؤشر MSCI إلى تغيير تاريخي في البلاد من حيث السياسات والقواعد واللوائح في الأسواق المالية. رأينا هناك بعد الترقية رأينا هناك تحسن في حجم السيولة في الأسهم المحلية وكذلك تحسن في ثقة المستثمر بخلاف مؤشر فوتسي الذي يتبعه عادة مستثمرين غير ناشطين، فإن مؤشر MSCI تتبعه أو عادة ما يتبعه محافظ وصناديق استثمارية ناشطة. انضمت بورصة الكويت لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة عام 2020، فكانت نقطة تحول جديدة في تاريخها الاقتصادي والمالي. انضمام بورصة الكويت للمؤشرات العالمية يبرز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية وزيادة جاذبية سوق رأس المال بتحسين كفاءة الأسواق لزيادة ثقة المستثمرين. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت.